فادح وساذج من حمو بيكا يكشف فبركة رامز مجنون رسمي. وقع حمو بيكا ضحية الفنان رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي في خطأ فادح كشف فبركة برنامج المقالب الشهير وأنه كان على علم مسبق بتفاصيل المقلب. فبعد أن استضافت الإعلامية السعودية أروى حمو بيكا والذي يقوم بغناء أغاني شعبية وكذلك بعد سخرية رامز جلال منه بشكل واضح، ظهر رامز جلال أمام حمو بيكا لم تبدو على حمو بيكا أي علامات للدهشة بشكل مريب. كان الخطأ الأول من حمو بيكا كان حينما صرح أن الصندوق الزجاجي به مياه قائلا ينهر أسود دي مية، في حين أن القفص الزجاجي كان فارغ ولم يتم ملؤه بالماء، حيث أن القفص الزجاجي يتم غمره بالمياه بعدما يقبع الضحية في داخله، وذلك عن طريق أنابيب بداخله وليست ظاهرة للضيف حينما ينفتح القفص. الخطأ الثاني كان في الفقرة الأخيرة من البرنامج، فبعد أن انتهى رامز جلال من تنفيذ مقلبه وتوجه إلى السلالم حتى يتم إنزال حمو بيكا من الكرسي المتحرك، قام حمو بيكا بحركة غريبة وهي القفز فوق الحفرة المغطاة بالساتر في قفزة شخص يعلم أن أسفله حفرة فارغة.